بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهندسين والمهتمين بشؤون البيوت المحميه اهلا وسهلا والزراعه عموما اهلا وسهلا بكم آه النهارده باذن الله تعالى بتكلم عن اليوريا ال اتش 2 الكل 2 آه اليوريا بتعتبر من آه الاسمده النيتروجينيه ال الاعلى آه في نسبه الازوت حيث تبلغ النسبه فيها 46.6 ستة ستة يعني كل 100 كيلو يوريا فيهم ستة واربعين ونص كيلو آه أزوت صافي تمام آه زي ما انتوا عارفين كده الحبيبات بتاعتها هي كريستالية اهي مجرد ما بتحطها في الميه وايدك بتبص تلاقي ايدك ابتدت تسقع اعرف ان دي يوريا على طول تمام آه اليوريا ما لها وما عليها اليوريا ما لها وما عليها تمام آه قلنا اليوريا يا جماعه العلماء آه ما لها وما عليها في ناس بتايد الاستخدام بكثره في ناس بتايد لمحاصيل معينه في ناس بتقول ما تحطوش خالص في طب ما تيجي للعلم لان اول كلمه نزلت على النبي عليه الصلاه والسلام اقرا باسم ربك الذي خلق يعني تعلم فاذا كان الدين امرنا بالعلم فتيجي نبص لليوريا من حيث قصه العلم والعلماء قالوا فيها ايه. استهواني امس بصراحه ربنا فيديو مكتوب عليه يوريا مكتوب عليه استخدامات اليوريا بيتقدمه واحده ما اعرف والله هي ايه بالظبط المهم يعني آه الفيديو قص يعني واحدة آه اللي, اللي بيتكلم على اليوريا واستخدامات اليوريا والعنوان القاهر اللي برة ملوش حل لما تدخل الفيديو بتلاقيه حوالي آه دقيقة او نص فتخيل لما حضرتك بتلم اليوريا في دقيقة او نص فاعتقد ان طالب كلية الزراعة ممكن آه ياخد كلية الزراعة في ثلاث شهور تمام اذا كانت اليوريا بيكفاها فيديو دقيقه أو نص او دقيقتين فطالب كليه الزراعه المفروض بياخد كليه الزراعه وبيدرس ال او ال60 كورس اللي بياخدهم خلال اربع سنوات المفروض بيدرسهم في خلال اربع آه شهور تمام فبصراحه مش عاجبني اول القصه دي فالمهم يعني بتكلم عن اليوريا اليوريا ما لها وما عليها آه اليوريا يا جماعه عشان علشان آه علشان اليوريا علشان نستخدمها ولما بنضيفها للارض بيحصل لها عده تحولات بيحصل لها تحولات التحولات دي بتكون من سبعه العلماء اللي بيقولوا كده ل 14 يوم تمام تمام يعني ايه تحولات يعني حضرتك لو اخدت كيلو لحمه من عند الجزار تمام ورحت بيه للمدام هل هتحطهولك في الطبق كده تاكله ما اعتقدش يعني واحد عاقل او واحدة عاقلة المدام لو عاقلة مش هتعمل كده تمام طيب اذا فعشان حضرتك تاكله وتكون راضي عنها لازم تسويه الاول تمام والتسوية دي بتبقى على درجة الحب بتاع المدام ليك تمام فممكن تكون زهقانه منك هتحطهولك في شويه ميه وخلاص هيستوي وخلاص وممكن بقى هتعملهولك كبسه ممكن زي المصريين لك لو شاميه هتعمله ايه؟ لو مغربيه هتعمله ايه؟ ربنا يبارك في ايه؟ في اخواننا العرب يعني كلك تمام؟ طيب اليوريا برضو شانها شان كيلو اللحمه اللي حضرتك اخدته من عند الجزار تمام؟ عشان يستخدموا النبات يبقى لازم نحصل له شويه تحولات. شوية التحولات دهيًّا اليوريا دهيّت هتتحلل إلى أمونيا هتتحول الى امونيوم والى بيكربونات البيكربونات على طول هتتحول لكربون تمام والامونيوم هتتحول لنتريت ثم الى نترات طبعا النتريت شديد السميه لو فضل في الارض هيموت العالم ولكن في من قدره ربنا ولطفه بينا ان النتريت بيتحول بسرعه الى نترات وبالتالي بيكون ميسر لامتصاص الامتصاص بتاع النبات ونحن عارفين النبات بيمتص النيتروجين على هيئه ان او 3 نترات او ان اتش اللي هي الامونيا تمام فبيتحول النبات بيمتصه على طول تمام يبقى كده اليوريا تحولت زيها زي كل اللحمه ما حولناها من عند الجزار لحضرتك اتحط على السفره بتاعتك هي اليوريا برضو اتحطت النبات عمره ما هيعمل لها حاجه ولا هيمتصها بالعكس ده هتكون عبء عليه لحد ما يحصل لها عمليه التحلل تمام طيب التحلل ده هو يا جماعة بيتركز على عدة عوامل أول عامل فيهم هو محتوى الأرض على البي اتش لو البي اتش بتاعك عالي إذن فالتحول هيفضل فترة كبيرة التحول هيفضل فتره كبيره او التحلل بتاع اليوريا ده هو هيفضل فتره كبيره ليه البي اتش هيعمل له مشاكل في التحول طيب الفتره اللي ما تحولتش فيها اليوريا دي ممكن يحصل لها ايه ممكن يحصل لها تطاير على هيئه غاز نشادر او غاز الامونيا تمام هيحصل لها تطاير ايوه يحصل لها تطاير طب ده بيحصل فين في الاراضي الكلسيه يعني ايه الاراضي الكلسيه يعني الاراضي اللي بتحتوي على نسبه عاليه من كربونات الكالسيوم زي الظهير زي الـ زي الـ منطقه الظهير الصحراوي بتاع الصعيد بدايه من الفيوم كده لحد ما تدخل على اسيوط آه آه وسوهاج والحتت دي كل الحتت اللي هناك دي هنلاقيها اراضي كالسية يعني فيها جير نسبه الجير عاليه فيها طيب يا عمنا وايه كمان اقليم مريوط الساحل الشمالي هتلاقي برضو في بعض المناطق في شمال الدوله هتلاقي فيه هتلاقي فيه في والوطن العربي معظمه اهو اراضي كتير منه اراضي كلسيه تمام إذن فاليوريا بتتاثر بارتفاع البي اتش يبقى رقم واحد اللي بيحكمها رقم البي اتش كلما ارتفع رقم البي اتش كلما طالت فتره التحلل ده هي ممكن تادي لاكثر من السبع ايام تمام احنا بنقول من سبعة ل 14 يوم تمام طب لو البي اتش منخفض لا بتتحلل بسرعه ده انا بقولها لك باختصار شديد تمام آه رقم اثنين نسبه كربونات الكالسيوم محتوى الارض من كربونات الكالسيوم لو نسبه كربونات الكالسيوم كتير هي كده كده هترفع البي اتش وبالتالي اليوريا هتقعد فتره كبيره على ما تتحول لذلك يمنع اضافه اليوريا نصرا في الاراضي الكلسيه طب ينفع نحطها بالتنقيط اه ليه لانك انت اصلا النبات اللي تحت ده انت مسميده سماد عضوي تمام فانت حاطط كميه سماد عضوي كتيره السماد العضوي اللي حاطينه فيه ايه اللي حاصل له إيه اللي حاصل له ان هو الروت او منطقه التربه اللي تحت ديت معدل القوام بتاعها ومخليها ارض كويسه آه بعيد عن الكلسيه وبعيد عن الرمليه وبعيد ولكنها آه بيئه كويسه رغم الاراضي رمليه ولكنها رمليه آه مع وتحتوي على كميه كويسه من السماد العضوي تمام يبقى رقم واحد محتوى الارض من كربونات الكالسيوم كلما زاد محتوى الارض من كربونات الكالسيوم زادت الفتره بتاعت التحلل والتحول بتاع اليوريا وكلما انخفض محتوى التربه من كربونات الكالسيوم كلما سرع قصه التحلل بتاع اليوريا تمام البي اتش كلما ارتفع كلما قل التحول بتاع اليوريا كلما انخفض كلما ازداد التحول بتاع اليوريا بسرعه في ثلاث اربع خمس ايام الدنيا بتبقى كويسه معاك طيب بعد كده قال لك درجه الحراره عامل مهم جدا 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 افضل درجة حرارة نضيف فيها اليوريا كام قالوا من 17 ل 25 درجة مئوية تمام تمام طيب لو زادت درجة الحرارة لا هتعمل لي مشاكل وفي ارتفاع درجات الحرارة ابعد عن اليوريا تماما ابعد عن اليوريا تماما ليه النبات عش... بيحتاج الى طاقة عشان يحول اليوريا دهيا تمام طيب درجة الحرارة زايدة عن 30 اذا ففي عبء حراري وقع على النبات ده هو طب النبات ده هو هيلاحق العبء الحراري هيلاحق الطاقة اللي طالعه منه تصد العبء الحراري ولا تصد اللي قصة التحلل بتاع اليوريا اللي داخل في النبات انسجة النبات نفسه لا ده هيحاول, هيحاول النبات بي بيشتغل على العبء الحراري وبالتالي آه الطاقه المبذوله ما بتكفيش الاثنين فتبص تلاقي حصل للنبات انتكاسه انا بقولها لك بالفلاحي خلاص على فكره يا لها معادلات كيميائيه يعني وتبص تلاقي النبات ابتدى يزرق ازرق او سواد كده تمام ما يفكش الا على دخول شهر 10 والجماعه اللي بيزرعوا الطماطم في المنيا في 25 7 اكيد صدفتهم القصه ديت كثيره من اضافاتهم العاليه للازوت وخصوصا اليوريا بالذات تمام يبقى بيحكمني درجات الحراره بيحكمني البي اتش بيحكمني كربونات الكالسيوم بيحكمني محتوى الارض من الماده العضويه كلما زاد محتوى الارض من الماده العضويه كلما سرعت عمليه التحول كلما قلت كلما قل عمليه التحول تمام تمام طيب بعد كده بعد كده قال لي والله قوام التربه في الاراضي الرمليه الخفيفه اللي فيها ماده عضويه التحول بيحصل بسرعه في الاراضي الغضبه الثقيله لا ما بيحصلش التحول بتاع اليوريا ممكن ياخد فتره كبيره جدا طيب ده باختصار العوامل اللي بتادي بتاثر على عمليه التحلل دهية طب انا عايز اتكلم في حاجه برضو بسرعه هو النهاردة إيه الفترات اللي المفروض نحط فيها سماد اليوريا أولا بالنسبة للخضر أنا والله يا جماعة بأيد في العشرين اليوم الأولى في العشرين يوم الأولى طبعا في ارتفاع درجات الحرارة مش دعوة بيه ولكن في البيوت المحمية المكيفة المكيفة سواء صيف أو شتاء طالما الجو كويس درجة الحرارة في غضون الخمسة وعشرين سبعة وعشرين نضيف اليوريا مفيش أي مشاكل فيها طيب ايه التحفظ بتاعك على اليوريا التحفظ بتاع اليوريا في ارتفاع درجات الحرارة العالية يمنع تماما وضع اليوريا وفي الاعمار المتقدمة من عمر النبات يعني النبات ده هو اللي هو كبر واصبح فيه اسمار ده المفروض ما بندخلش عليه اليوريا اطلاقا طيب بعد كده بعد كده في مرحلة التزهير يمنع تماما وضع اليوريا تماما في المرحلة اللي حضرتك شايف فدهيت لأن اليوريا هتؤدي إلى هتهيج النمو الخضري على حساب النمو السمري وممكن يحصل في الأزهار دهية هيحصل لها تنفيل أو هتموت بسبب المستوى العالي من اليوريا تمام بعد كده بعد كده اليوريا عينك على النبات بمعنى حضرتك لو شفت الوضع ده هو اعرف ان عندك زايد الازوت اعرف انه زايد شايف ده الشمروخ الزهري تمام ده الشمروخ الزهري اهو الشمروخ الزهري او الكلاستر في اخره ايه في اخره نمو خضري اهو تمام النمو الخضري ده دلاله على ان في زياده اساسا في عنصر الازوت ولذلك لازم نفرمل مش عيب انه يحصل بس العيب انك ما تاخدش بالك منه او ما تكونش عارفه لازم تفرمل حته الازوت وتحاول تقلل الميه في الوضع ده هو تمام بعد كده مشكلتنا في اليوريا ان هي شايف السلميات دي السلميات ديت من الورقه ديت للورقه ديت المنطقه دي بنسميها سلميه تمام دي سلمية. لو زودت سماد اليوريا او الاسيت في صوره اليوريا بالذات هتطول لي السلميه دهيت طب لو طولت السلميه دهيا انا بقول من سلك حمل المحصول من سلك حمل المحصول فوق لحد تحت 2 متر ونص طيب لو افترضنا ال 50 سم الاولانيين ما فيهمش اي ازهار تمام ال 50 سم الاولانيين دول ما فيهمش اي ازهار او ال 60 سم طيب باقي عندي من ال 2 متر ونص قد ايه باقي عندي في ال 2 متر ونص باقي عندي حوالي 2 متر طيب لو السلميه هنا كل 20 سم يبقى هيطلع لي 10 سلميات 10 سلميات يعني على ال 2 ونص هيديني حوالي 10 آه آه سلميات تمام على الاثنين ونص هيديني حوالي 8 ااا آه 8 زي ده 8 كلاستر تمام ليه كل ورقتين ونص اهو واحد كل خمس ورقات فيهم كلاسترين ادى ورقه اثنين تلاتة ادى اهو الكلاستر ما كملش ليه لان انا في الشتاء فا السمك ال السلميه عندي صغيره مش مش طويله قوي تمام اهي من هنا لهنا دي ورقه اهي والورقه التانية اهي تمام الورقه اهي والورقه الثانيه اهي مش حتى مكمله حوالي السبعة 8 سم دي مكسب ليا والنبات ماشي في الاتجاه الصحيح طب المشكله فين لو زودت انا اليوريا مع الاضاءه تعبانه فوق مع طول نهار مع ميه هيديني ان ده هيسرول ده شايف ده هيسرول هيحصل سرول يعني هيسرول يبقى الساق رفيع يبقى الساق رفيع وبالتالي مش هتلاقي له مركز آه قوة في النبات وبالتالي النبات مش هيبقى له مركز قوة ان هو هيطلع لي الازهار اللي انت شايفها ده هي تمام شايف شايف الشمرخ الزهري طويل ازاي الـ الـ المفرد عليه ده خير ده خير جاي اما لو انت زودت اليوريا هتحصل لي مشكله في القصه دهيت اذا زياده اليوريا مع زياده الميه مع زياده درجه الحراره هتعمل لي سروله للنبات وهيطلع بسرعه وبالتالي التحميل الثمري بتاعه مش هيبقى كويس ليه لان انا دفعت الـ 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 دفعت عمليه ال عملية النمو الخضري على حساب النمو السمري اللي حضرتك شايفه ده هو طبعا الحمد لله الدنيا كويسة خالص تمام طيب بعد كده اليوريا مصدر المصايب السوداء وخصوصا في الخريف بمعنى برضو يا عمي اقول لك انا بمعنى ايه بمعنى ان حضرتك لو اضفت اليوريا في الخريف كده كده اصلا موسم الذباب البيضاء بيبقى في الخريف طب اضافتها في الخريف بتخلي لك الورقه دهيا غضه وتلاقيها آه في ناس بتبعتها لي كتير على القناة تلاقي الورقة دهيا لونها فاتح وزي ما يكون كربون شفاف كده، زي ما تكون ورقه شفاف من اللي كنا بنرسم عليها الخرايط زمان الشفاف الملون، تمام؟ تلاقيها كده، ده بسبب ايه؟ ده بسبب قصه الـ 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 انك انت مزود التسميد الازوتي، فبالتالي الورقه ده لا تلاقي فيها مساحه كويسه ولا تلاقي لون حاضر ولا تلاقي حتى الملمس بتاعها جلدي، ولكن تلاقي الملمس بتاعها غض يسهل على الثاقبه الماصه وخصوصا الذبابه البيضة ان هي تدمر لي المحصول وبسهوله جدا 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 جداً. تمام؟ أي حد